تقريبا لو نبداو من النهايه ووفاه اللاعب السابق للمنتخب الوطني فوزي منصوري محمد قاسي السعيد، انت اللي عرفته عن قرب، كان فيها ايضا صور شاهدناها في حصه بالمكشوف وايضا في حصه الفريق الدولي ايضا، واليوم ايضا هذه صور لم يسبق وان شاهدناها لفوزي منصوري الذي لعب لسنوات للمنتخب الوطني، سيوارى يوم الثلاثاء ان شاء الله في نيم الفرنسي. والله غير يا رضوان تمنيت انا يا يعني لاسوسياسيون ديالنا تاع لي زونسيان جوار او الاتحاديه تبعث يعني على الاقل لاعب او لاعبين اللي لعبوا معاه يحضروا الجنازه تاع المرحوم. ولكن بعد كي نتسائل نقول يعني مصطفى الزيتوني هو كانيت راح وواحد ما بعتوه يعني صح. كانه الناس هادو معاديين، لا هذا الانسان قدم الكثير للمنتخب الوطني الجزائري. نقول لك راني حزين حقيقه. ولا واحد راح يحضر لي جنازه الفقيد؟ لا كاين ناس حتحضر، كاين قاموح اللي موجود تماك، كاين جناح الطائر السابق للموك هو يسكن في نيم، كاين جنادي رابح اللي كان لاعب دولي ايضا لعب في ديناميكيه البناء، وكاين الجاليه الجزائريه. انا ولكن انا نتكلم على الوفود او الممثلين الرسميين، ما كانش واحد رسمي من الاتحاديه او من وزاره الشباب والرياضه ولا راح تحضر. قلت لك تمنيت رضوان يعني الجمعيه تاعنا لاسوسياسيون تاع زونسيان جوار ولا لا فيديراسيون تبعث زوج ثلاث لاعبين قدماء اللي شاركوا معاه يحضروا على الاقل في الجنازه. ولكن قلت لك الناس اللي رايحين كاين الجاليه الجزائريه. انا شخصيا ما قدرتش نتنقل ولكن عندي وليدي تماك موجود راح يحضر ان شاء الله يوم الثلاثاء الجايه الجنازه. نقول لك انا حزين ولكن ماشي مصدوم خاطر كنا نستناو فيها رضوان. صح هو كان مريض يعني. كان مريض يعني بعد وفاه مهدي سرباح ثم علي مسعود جات الفاجعه تاع منصوري اللي كان يعاني من مرض شاركو هذا مرض تاع الاعصاب منذ تقريبا يعني بدا منذ سنتين، ولكن السنه الاخرى هذه كان اليتي في البنك مينوتش يعني نتكلم سرير كان في السرير. نعم يعني تكلمت انا مع وليده، تكلمت مع وليده قال لي باللي عام هو يعاني كان راقد على الفراش ما يتحرك مع حتى حاجه. يقال بانه كان يرفض انه يتكلموا على المرض ما حبش ما كانت عنده يعني عزه كانت عنده العزه واللي يلعبوا معاه يعرفوها علي يعرفوا كما نعرفوا انايا عنده العزه. الانسان هذايا في الميدان هو ما كانش يتكلم كثير في الميدان، ها نلعبوا المقابله ما يضحك ما يتكلم، يقول لك انتم راكم تضحكوا وتكلموا انا راني نعمل، انتم تتكلموا كثير ولكن انا نعمل كثير، ما عندوش الي سيريو. هذا الانسان التحق بالجزائر اول مره في 81، نتذكر 3 اكتوبر التحق بنا في ملعب 5 جويليه وتنقلنا لنيجيريا المقابله التاريخيه 30 مقابل 0 ولعب معنا. يعني ما كانش لازم له وقت تاع التاقلم كانه انسجم بسرعه، زاد هنا وعاش هنا وتربى هنا يعني ما يختلفش عنا كاع. وزيد نقول لك كاين حاجه لازم نقول، هذه شهاده وتعرف انت رضوان واحد يعرف شهاده وما يتكلمهاش يعني يعرف حقيقه وما يتكلمهاش كيفاش يقولوا الشيطان اخرس. صح ياك نجم نقول لك باللي كان بعض اللاعبين اللي كانوا يشتريوا التذاكر تاعهم تاع الطياره باش يجيو بالاموال الخاصه. كانت صارت له حادثه هو وماروك كريم ماروك. نعم هو كريم ماروك التحقوا بمولوديه وهران مقبل في 85. انت تعرف في الثمانينات ما كانش تواريخ فيفا. الفريق تاعهم منحهم ان ذاك منحهم باش يلتحقوا بالمنتخب هو مونبولي لا لا في زوج في زوج ماروك ومنصوري كانوا في مونبولي، والوزاره ان ذاك قالت لهم انا نستكمل الوزاره قالت لهم انا نتكفل بكم يعني الرواتب ديالكم علي لابي تاعكم حنا نعطيوها لكم. وما عطاو لهمش الى حد الان الى حد الان ما عطاوهاش. حتى 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 لما جا مولوديه وهران جاء بسبب مشاكله في مع النوادي هذاك ماروك. ماروك نتكلم على ماروك. انا نتكلم دائما على فوزي يعني الى حد الان ولا سنتيم خداه وعمره ما طلب حاجه رضوان. كان يجي يدير الواجب ديالو ما عنده تاع كاش يقولوا لا بيبليسيتي، ما عنده لي بريم دو ماتش، ما عنده حتى حاجه. كان لاعب كيما احنا يجي يلعب الجزائر وما يعرفش الجزائر رضوان. ربي يرحمه ويوسع عليه. علي بن شيخ اللاعب هذا الجميع تكلم عليه واكد بانه من طينه الكبار، خاصه نتكلموا على الرجل اكثر من اللاعب. نعم بيسر تكلموا على الرجل، الرجل انا قلت لك راجل اللي تري سيمباتيك
تري جونتي، ما يهدرش بزاف، يحب يسمع ويضحك، انسان طيب ربي يرحمه. كاين هو، كاين حي قنا فتحي شبال، شبال نعم، قناتك ما شاء الله، واسمه بوربو كان بوربو. كيف كيف كريم ماروك خليني نقول انا لا سماوات لا ما ننساش ما تقصاش راسك. جداوي ابسقان خاف تقول لي اسم، وانا الاسم هذاك معوج ما نقوليش اسم، خليني نقعد. لا لا عبد الجداوي نحييه، الجداوي نحييه. هو خاف تسيتي له مصطفى دحلب، كلا باش نقولوا مصطفى دحلب صح. لا يعطيهم الصحه، كانوا يجيو فريمون يحبوا الفريق الوطني، يحبوا يلعبوا، يحبوا زيتي دي جون بيان تري سيريو بروفيسيونيل، وعلاقه طيبه بين حنا وهما. صافي بليزير، ربي يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه. نترحموا عليه امين اقصاص لانه يبقى اسمه. سي دوماج كو لاسوسياسيون، انا ما نتكلمش على لا فيديراسيون ولا مينيستير، كو سوا ديزون فيديراسيون باردون كو لاسوسياسيون تاعهم تاع لي قاسي وجماعه تاعكم هذيك لاسوسياسيون مزيان مانيش فيها، لاسوسياسيون تاع زعما لي زونسيان وما يروحوش اوموا واحد يريبريزونتي اوموا لاسوسياسيون نو ريبريزونت كاع لي زونسيان جوار والو والو ما كاش. نو على دي صارت حتى في وصفه مصطفى زيتوني رحمه الله عليه الذي لعب لفريق جبهة التحرير الوطني، وما أدراك ما فريق جبهة منتخب جبهة التحرير، وترك اللعب في موناكو وفي ريال مدريد، لكن يوم الجنازة تاعو تم دفنه بالعالم الوطني مثل ما طلب، ولكن ما عدا عمار روي رحمة الله عليه اللي توفى والتحق به بعد ذلك، والعائلة تاعو لا أحد من الرسميين آنذاك. وفي لعب كأس العالم 58 فضل يلعب كاس العالم 58 مع المنتخب الفرنسي، ما كان حتى واحد حضر الجنازه تاعه ورحمته. على كل حال كي توفى الواحد الله يرحمه ماشي كي يموت مع القول عرجون، ولكن هذا ولات على مود هذه قضيه نسيان الاسماء هذه الكبيره اللي اعطت كره القدم الجزائريه. نون باش كو السيد هذا او لاعب دو كوب دي موند يعني، وما ادراك ما كاس العالم. اولا رضوان العزي والعائله ديالو ربي يرحمه، باسكو بون على بالك ماشي جينيراسيون ديالي، مي سمعت عليه بزاف امور مليحه. كان لاعب مميز، كان يمثل الرايه الوطنيه كما يلزم الحال، كان يجي مد كما قال لك مقبلة قاسي كلي كان عايش في الجزائر، هذه حاجه تشرف تشرفه صح، تشرف الرايه الوطنيه. نظن رضوان هذه الحاجه هذه حضرنا عليها بزاف، قلت لك يا اخي عندها بزاف، قلت لك يا ودي شكون كان جاو الناس تاع فوتبال كبار اكزوم زعما علي ولا قاسي اكزوم بروبريزون فيديراسيون، يحس بهذه الحاجه يقدر غدوه ان شاء الله يموت انونسيان جوار كان يلعب معاهم، قال فوالا قال نبعث دو جوار ولا تروا جوار اللي يلعبوا معاه يقدر يحكم طياره اونوبا فيديراسيون اونوبا فيديراسيون يروحوا. مي هاد الحاجه ما كاش، باسكو الناس اللي راهم في كرة القدم ماشي تاع كرة قدم صح، على بها اليوم وصلنا لهاد الامور. دونك هاد الحاجه ماهيش حتتبدل في الجزائر ان شاء الله، ونيسبر حنا كجزائريين ماذا بينا نحبوا الخير لبلادنا، نحبوا الخير الكرة تاعنا الجزائريه تطلع ان شاء الله تتبدل الامور، ان شاء الله تتبدل الامور، هذا واش نتمنى ان شاء الله. الجنازه يوم الثلاثاء راح يلقيوا عليه اخر نظره في البلديه تاع النيم على الساعه منتصف النهار، بعدين يمشيوا للجنازه. هذه نتكلم مع الناس اللي تسمع فينا، الجاليه الجزائريه اللي موجوده في النيم ان شاء الله ان شاء الله. وحنا في كل مره نحاول ان نتذكر هذه الاسماء التي صنعت تاريخ الجزائر وسجلت هذا التاريخ بأحرف من ذهب، لأنه لا يمكن أحد أن ينسى ما قدمه هذا الجيل من العناصر من اللاعبين اللي أعطوا لكرة القدم الجزائرية.